ده كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. في مفاجاه لجماهير النادي الاهلي، ودايما بنقول ان جماهير النادي الاهلي في كل مكان دايما لما بتعرف ان النادي الاهلي موجود دايما الجميع بيتصارع والجميع بيتسابق من اجل الوقوف مع النادي الاهلي. النهارده يعني مجموعه من لاعبي منتخب مصر الالعاب القوى في معسكر التدريبي للاستعداد لاولمبياد طوكيو 2020 اصروا بعد علمهم ان النادي الاهلي موجود في بريتوريا، اصروا على التواجد والحضور الى مقر قامه بعثه النادي الاهلي ومؤازره ومسانده النادي الاهلي. اعتقد هم اسامي كبيره ونجوم نتمنى لهم كل التوفيق. انا هخليهم مفاجاه كابتن اسلام وهعرف حضرتك بيهم، كلنا نعرفهم طبعا. كابتن حسن عبد الجواد لاعب منتخب مصر العاب القوى لعبه المطرقه، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، احكي لي التفاصيل، احكي لي الكواليس، حضرت الى بريتوريا من اجل مسانده النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك يا فاروق الاول، وبنرحب بيكوا كابتن اسلام، نرحب بكل الناس الموجودين. طبعا كان صعب علينا ان احنا هنا 80 كيلو في معسكر بعيد عن بريتوريا، ويوم الاجازه بتاعنا ان احنا ما نجيش ونشجع النادي الاهلي طبعا في مهمه، لا مش ما تقلش عن المهمه اللي احنا فيها. احنا موجودين هنا في معسكر شهرين استعدادنا لاولمبياد طوكيو ان شاء الله باذن الله. طبعا موجودين احنا مع النادي الاهلي، في ظهر النادي الاهلي، ده النادي بتاعنا، احنا لعيبه في النادي الاهلي بقى لنا اكتر من 10 سنين. يعني كان واجب علينا ان احنا نيجي وطبعا ونشجع، وان شاء الله بالتوفيق ونبارك بعد الماتش ان شاء الله باذن الله. النهارده بروح المشجع واقف مع النادي الاهلي وبتوصل رساله لعيبه النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ لهم البطوله دي يعني احنا مفتقدينها بقالنا كتير ومستنيينها بقالنا كتير. انا احنا قابلت كتير من اللعيبه النهارده وشايف التركيز جامد جدا وفي المكان، والناس كلها يعني على قلب راجل واحد. ان شاء الله باذن الله النهارده يفرحونا ونرجع بتذكره التاهل للدور قبل النهائي ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كابتن حسن، وعايز اروح لاحد نجوم مصر في العاب القوى الكابتن ايهاب عبد الرحمن. عايز اقول الاهلاوي ايهاب عبد الرحمن. كابتن ايهاب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، كل التحيات للكابتن اسلام الشاطر وضيوف ملعب النادي الاهلي وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب، تحياتي لحضرتك والكابتن اسلام ولكل الجماهير وكل الناس محبين النادي الاهلي في كل مكان. كابتن ايهاب احكي لي بقى القصه، عرفت انتوا هنا في معسكر تدريبي من اجل استعداد لاولمبياد طوكيو 2020، عرفتوا ان النادي الاهلي موجود دايما، ولاد النادي الاهلي في كل مكان بيلبوا النداء. والله احنا عندنا معسكر في مدينه هنا زي ما حسن قال، بعد 80 كيلو بالظبط عننا، واحنا النهارده كان يوم الاجازه بتاعنا، فاحنا عرفنا ان النادي الاهلي هيلعب النهارده من اول يوم احنا جينا المعسكر واحنا متابعين، فما كانش ينفع النادي الاهلي يبقى موجود هنا وهيلعب هنا واحنا ما نجيش نتفرج، حتى يعني لو كان ايه حتى، ف يعني دي حاجه شرف لينا كلنا، ولازم ان كلنا نبقى متواجدين جنب النادي الاهلي، وان شاء الله هيفرحنا زي ما على طول بيفرحنا. هي الحاجه الوحيده اعتبر دلوقتي اللي بتفرحنا موجوده دلوقتي، فربنا يسهل ان شاء الله ويفرحونا النهارده كمان، وان شاء الله يتاهلوا باذن الله. رسالتك يا كابتن ايهاب للاعبي النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ والله انا زي ما بقول لحضرتك، زي ما حسن قال، احنا جينا شفنا الناس ما شاء الله، الناس مركزين، اللعيبه مركزه، ما لهمش دعوه بحد في طريقهم. انا بقول لهم يا جماعه انتوا الوحيدين اللي بتفرحوا مصر دلوقتي، انتوا اكتر حاجه مبهجه دلوقتي، كملوا فرحتنا، احنا محتاجين التاهل وان شاء الله هنتاهل وباذن الله هنطلع ان شاء الله. شكرا كابتن ايهاب وشرفتنا على قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، شرف ليا ويعني شرف لاي مصري يكون موجود على قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع ابطال مصر في العاب القوى، الكابتن ايهاب عبد الرحمن والكابتن حسن عبد الجواد. زي ما قلنا يا كابتن اسلام، جماهير النادي الاهلي بتوصل رساله من كل مكان، جاء ابناء النادي الاهلي وجاء جماهير النادي الاهلي لمسانده ومؤازره النادي الاهلي. يتبقى التوفيق باذن الله، وباذن الله عقب اللقاء نحتفل بصعود النادي الاهلي لمباراه النصف النهائي. تفضل كابتن اسلام، اليك الكلمه مره اخرى.